اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات من اكل في الست. معاكم دكتوره جيهان احمد شوقي، دكتور ارشاد اسري ولايف كوتش طاقه. النهارده هنتكلم عن اخطر مرحله بتمر بيها الاسره. على فكره هي مش خطر ولا حاجه، بس احنا اللي مكبرين الموضوع. تعالوا نقول سن المراهقه. سن المراهقه لو احنا اتعاملنا معاه على انه عادي بس فهمناه هيبقى الموضوع سهل جدا، لكن لو احنا اخدناه على انه حاجة خطر وكارثة في البيت دي كارثة. ايه هي المراهقة؟ المراهقة هي تغيرات فسيولوجية ونفسية في جسم الاطفال، فبتغير بتنقله من انه يكون طفل لسن بالغ شوية لسن كبير او شاب. ده بالبلد. طيب تعالوا نقول انواع المراهقة. عندي 3 انواع للمراهقة. اول حاجة مراهقة مبكرة. المراهقة المبكرة من سن 9 سنين لسن 12 سنة أو 13 سنة. طب هو لازم العلامات تكون ظاهرة من 9 سنين؟ لا لا بالعكس، بس أنا بستناها من سن 9 سنين ل 12 سنة أو 13 سنة. طب بستناها إزاي؟ بحاول إن أنا أو أبتدي إن أنا أمهد للطفل إن أنت خلاص بقيت كبير، في حاجات ينفع تعملها وحاجات ما ينفعش تعملها، يعني ما ينفعش تقعدي بالشكل الفلاني، ما ينفعش تلبسي اللبس الفلاني، لازم يبقى كلامك بالشكل ده او بالشكل ده. لازم لما مثلا تخشي يظهر عليكي حاجه او مشكله او حاجه لازم تقولي لي احنا اصحاب، والاب نفس النظام بالنسبه للولد. طب لو الاب ما اتكلمش مع الولد، انا ببتدي اخد انا الدور ده لان هو لازم يعرف مني بدل ما يعرف من حد تاني بره، لان لو عرف من بره ممكن يعرف معلومات غلط تبوظ الدنيا عندي. طيب من سن 9 سنين لسن 12 او 13 سنه. طب بالنسبه للمراهقه المتوسطه وهي من سن 13 سنه لسن 15 سنه، فهو في سن مراهقه متوسطه، يعني بدات تظهر عليه العلامات بس هو مضطرب سلوكيا. عارفين عامل زي ايه؟ زي طفل عايز يعيش دور الطفولة ويتمتع بكل حاجة في الطفولة، حاجات حلوة، فسح، لبس، كل اللي بيعيشه في الطفولة، وفي نفس الوقت عايز يبقى راجل، وانا راجل خلاص وكبرت. هي دي بقى الدروب اللي بيحصل عندنا من السن ده فيما فوق. انا بديله الامكانية ان انت طفل وفي نفس الوقت انت بقيت شاب. طب ازاي؟ بديله الحب، الاحترام، الحنية، المودة، كل اللي كان بياخده هو صغير، والدلع، كل اللي بياخده هو صغير، بس باجي في وقت معين أيوة أنت واخد كل ده، أنا عايزة منك مسؤولية وعايزة منك تحمل، وأنت بقيت الراجل بتاعي وأنت بقيتي أختي السندي وظهري، وابتدي أنمي فيها بقى أو أنمي فيه حتة الرجولة حتة حتة، ونمي فيها حتة الأخوة والأنثوية فيها حتة حتة لأنها في سن صغير. طب لو هي جت سألتني أسئلة محرجة هل أنا أجاوب عليها ولا أتهرب من الإجابة؟ لا، بعد إذن حضرتك لازم تجاوبي عليها، وأسئلة صريحة والإجابة صريحة ومباشرة وما فيهاش قصور، لأن حضرتك لو كسفتي أنا آسفة بره مش هيكسفوا وهتاخد معلومات مغلوطة، وهو نفس النظام هياخد معلومات مغلوطة. طب أنا لو عندي طفل لقيته أو في السن ده ليها سمات، السن ده من سماته 1 الانطوائية، تلاقيه واخد بعضه وينعزل عن الباقيين بقية الأسرة، واخد بعضه وقاعد على جنب، بداية من سن 13 سنة أو 14 لما فوق بقى يبتدي يقعد مع نفسه، احنا خارجين، لا أنا مش عايز أخرج معاك، وأنا عايز أخرج لوحدي، أنا عايز أقعد لوحدي، أنا ما بتكلمش، مش عايز أتكلم مع حد دلوقتي. أعمل إيه؟ 1 احترمي رغبته، سيبيه لوحده بس مش على طول، في وقت بقى من الأوقات لا احنا عايزين نقعد مع بعض، يلا بينا نخرج. طب بص انت المفروض النهاردة انت مسؤول عن البيت معايا، انت مسؤول عن كذا، بابا هو خارج الشغل اللي ممكن ياخده معايا، ينزل معايا يشتغل. يبتدي يحس انه راجل حبة بحبة، يبتدي يحس انه بقى ليه يعني حد مهتم باهتماماته، او في نفس الوقت انت كمان مهتم ان هو مهتم بكذا وهو حابب ان يكون معاك. طيب انا كده بسحبه للعيله واحده واحده. انت مسؤول عن اختك، بس مش معنى ان انت مسؤول عن اختك انك تكون جبرها او انك تكون متحكم فيها، لا انت مسؤول عن اختك بحب،
يعني احنا اخوات واحنا صحاب، ده اهم حاجه، مش انت اخوها وكمان ولي امرها. في فرق ما بين الصحوبيه وولي الامر. ممكن ولي الامر يبقى صاحب، يبقى سند، يبقى ظهر، لكن ما يبقاش كاسر. ما ينفعش اعلمه انه يكسر اخته. ليه بقول من السن ده؟ عشان في السن ده بيبتدي يحس برجوله شويه. طب بالنسبه للبنت، دي صاحبتك، دي اختك، لازم تاخديها على انها صاحبه واخت، تاخدي رايها في لبسك حتى لو هي لسه ما تعرفش. لا علميها انت واحده واحده، يعني انت ايه رايك البس ده مع ده؟ لا يا ماما لا ما ينفعش. طب على فكره اللونين دول يمشوا مع بعض، لكن اللونين دول ما يمشوش مع بعض. طب ينفع كذا، نعمل كذا. انت بتاخديها صاحبه واحده واحده. لو جت قالت لك حاجه غلط عملتها، ما تعاقبيهاش، اسمعي منها وخديها في حضنك. ولما تاخديها في حضنك تبتدي بعد كده نصلح مع بعض الغلط اللي عملناه. بعد كده اوعدك ان اي حاجه هي بتعملها هتيجي تقول لك على طول، مش هتخبي عليكي، لانها مش هتخاف منك، لان انت بقيتي سندها. يا جماعه احنا في بيتنا سند ولادنا، مش بعبع ولادنا. لازم يحبونا، يحبونا ويخافوا مننا باحترام، مش يخافوا مننا ان هم يبعدوا عننا. في فرق ما بين يخافوا بحب ويخافوا ببعد، في فرق كبير. نيجي بقى للسن، سن المراهقة المتأخر. سن المراهقة المتأخر وهو من سن 15 سنة ل 22 سنة. يعني ايه سن المراهقة متأخر؟ يعني ان العلامات بتاعة المراهقة لسه ما ظهرتش، وظهرت في سن متأخر. وده بنبتدي من سن 19 سنة لسن 20 سنة و22 سنة. لو ما ظهرتش العلامات دي لازم ألجأ لدكتور، لازم ألجأ لدكتور أخصائي. لكن أنا لو عندي مثلا من سن 9 سنة لو ما ظهرتش عادي مشكلة، ابتدي قلق من 18 ل 20، ابتدي قلق بقى واروح لازم اروح لدكتور. طيب انا دلوقتي الاخطار اللي هتمر علاقتي مع طفل ومع المراهق بتاعي. واحد، قلة الاحترام. هو حضرتك لو انت في البيت محدش احترم رأيك، هل انت هتكوني حابة لده؟ استحالة. لو انت مع اصحابك ولقيتي صحابك مش محترمين رأيك، هل انت هتحبي اصحابك، تحبي تخرجي معاهم؟ استحاله. نفس الفكره، نفس فكره المراهق، احترمي رايه. يعني ايه احترم رايه؟ يعني مثلا انا عندي جدول انا ماشي عليه النهارده، احنا عندنا هنروح نعمل كذا وكذا وكذا النهارده، اي تغيير يطرا ما اجيش اقول له يلا دلوقتي حالا يلا، لا ما ينفعش. لكن اقول له ايه، خش انت ايه الاخبار، طب اقول لك ايه، طب عندنا ظروف كذا كذا، ايه رايك لو احنا غيرنا نعمل كذا كذا، عندنا ضيوف كمان شويه جايين، معلش احنا اسف بس هو وقت كده وخلاص ونعدي. هو كده حس بتقديرك ليه، حس ان هو بني ادم مطلوب في البيت، مطلوب ليه اهتماماته وليه اراءه مطلوبه. حتى لو هو بعد عنك، يعني لو انت مثلا بتدوري على حاجه شقه مثلا ولقيتي هو مش متداخل معاكي فيها، لا انت خدي بعضك وقولي له انا عايزاك تكون معانا، انت فرد معانا، تعالى معايا في قلب البيت، تعالى دور معانا، رايك مهم بالنسبه لي. طيب تاني حاجة، احترام. اتنين، شركيه في بيتك، شركيه في حياتك، شركيه في دنيتك. عندك مشكلة مفيش حاجة اسمها أنا أخبي عن ابني المشكلة، لا تعالى احنا ميزانية البيت قد كده، احنا المفروض نمشيها كذا وكذا وكذا وكذا، انت ايه رأيك نشيل بند ايه ونحط بند ايه، يلا نعملها. كلية، انا عايزة اخش الكلية الفلانية. مفيش حاجة اسمها لا انت ما تخش الكلية الفلانية، انت لازم تخش كذا عشان تبقى كذا، استحالة، دي حياته هو، هو اللي هيعملها. الصوت العالي من سمات سن المراهقة ومن صفات سن المراهقة، الصوت العالي. يعني تلاقيه وهو قاعد بيتكلم كده بس تلاقيه مرة واحدة الصوت يطلع مرة واحدة أكنه بيزعق، تيجي أنت تتنرفزي تقول أنت بتزعق ليه؟ أنا ما بزعقش، أنا صوتي كده. لا هو مش صوتي كده، هو فعلا هو مش سامع نفسه، هو مش حاسس بنفسه، هو صوته عالي طبيعي. دي من سمات سن المراهقة. طب أنا هتعامل معاها إزاي بقى؟ هبتدي أقول له على فكرة الصوت عالي فأنا هعلي صوتي بهزار. هيبتدي ياخد باله فعلا إن صوته عالي. هاجي في وقت من الأوقات أقول له يعني أنت بتزعق قدامي، طب يلا هات ودنك بقى عشان أنا هزعق في ودنك بهزار. هيبتدي يعرف ويفهم إن كده صوته عالي. لكن لو انا عليت صوتي بجد وبزعيق وهو علّى صوته، على فكره من سمات كمان صفه المراهقه العند،
يعني زي ما انت ما عليت صوتك انا هعلي صوتي عندي بقى، مع ان انا ما كانش قصدي، بس انا هعمل. هو عايز يحس انه راجل، هي عايزه تحس انها بقت حد قوي، بقت حد كبيره بقى ليها شخصيه، فانت لما تعلي هو هتعلي هي كمان. طيب، من سمات سن المراهقه او من صفات سن المراهقه كمان الحديه في التعامل، يعني وهي بتتعامل معاك او هو بيتعامل معاك بيتكلم بحديه، بيتعامل بحديه، ودي مشكلة، مشكلة كبيرة. يعني أنا بتعامل بطبع إن أنا حاد طبعا. طيب، الحدية دي في حد ذاتها هو مش قصده فيها، هي غصب عنه. طيب، برضو آخر حاجة ودي مدمرة جدا جدا في علاقتك مع المراهق، ما ينفعش تقولي له وطي صوتك عشان الجيران، ما ينفعش تقولي له، ما ينفعش تلبس ده عشان الناس. هو في السن ده ما بيهتمش بالناس وما بيهتمش بعلاقته مع الناس، هو مهتم بعلاقته معاكوا او مهتم بعلاقته بنفسه، ما ينفعش تقارني ما بينه وما بين الناس. شكرا ليكم، اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. انتهت حلقتنا مشاهدينا الكرام اللي اتكلمنا فيها على أنماط مختلفة من التربية، وربما اخترنا منها التربية الموثوقة أو الرسمية، وهي أفضل أساليب التربية بعيدا عن التدليل من ناحية، ومن ناحية أخرى بعيدا عن التسلط. بنشكركم على وعد بلقاء جديد.